هذا البرنامج برعاية يا مساء الفل والياسمين على احلى مشاهدين مشاهدي سلامتك الف سلامه. انا عايزه اقول لكم ان حلقتنا النهارده حلقه مهمه جدا تهم كل ام خايفه على اسنان اولادها وعايزه كمان تحافظ عليهم، مش بس كده كمان لا، وفي نفس الوقت تقلل زيارات الطبيب. واوقات كده بيبقى الطفل اسنانه سليمه جدا ما فيهاش اي مشكله، لكن بقى الاب والام كثير التردد على عيادات طبيب الاسنان ما بين بقى خلع وطرابيش وحشو وعلاج عصب. فازاي بقى نقدر نحافظ على سنان الطفل قبل ما عامل الوراثه يبتدي يشتغل ويبقى بالظبط زي والده ووالدته؟ موضوع حلقتنا النهارده هنتكلم عن وقاية أسنان الأطفال. علشان كده بقى يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا النهاردة الدكتورة رباب محمود عبد الحكم، أخصائي طب أسنان الأطفال بالمركز القومي للبحوث. أهلا بيكي يا دكتور، منورانا. أهلا بيكي، منورك. أهلا بيكي. في البداية كده بقى يا دكتور، عايزة حضرتك تكلمينا عن أول حاجة بقى، أول ما يبتدي كده الطفل يصحى من النوم وخلاص هيروح إيه علشان يغسل أسنانه؟ كلمينا بقى يا دكتور عن طريقة غسل الأسنان الصحيحة للأطفال. هو احنا طبعا غسيل الاسنان يعني اهم حاجه ان انا اخد بالي من سنان الطفل ان هو يغسل سنانه، لان احنا ما شاء الله الاطفال بتاكل وجبات خفيفه، بتاكل وجبه اساسيه حلويات كتير، فغسيل الاسنان هو بيبقى اول عامل ان انا ما اخليش بقايا الاكل على الاسنان. اصح طريقه بالنسبه للاطفال واسهلهم هي غسيل الاسنان بالشكل الدائري. الشكل الدائري بيبقى سهل، بيعرفوا هم يعملوه، والاب والام يراجع وراه ازاي هو غسل سنانه. احنا كان معانا فيديو برضو بيوضح ازاي الشكل الدائري للاطفال، الغسيل الاسنان الاطفال ممكن نشوفه. والغسيل عدد المرات هي دي اهم حاجه. طبعا. في اطفال تغسل سنانها وبعد كده تاكل، فده مش صحيح. مظبوط. اهم حاجه ان انا اغسل سناني بعد الاكل، بنربطها بالوجبات، الفطار، الغداء، العشاء. يعني نغسل، يعني الطفل يغسل اسنانه بعد ما يتناول الوجبه بتاعته. بالظبط، لان هو انا يعني هدفي الاساسي ان انا اشيل بقايا الطعام مش اكتر. دلوقتي معانا بقى الفيديو، نشرح بقى يا دكتور. هو الفيديو هنا بيوريني ازاي هو ده على قصد. دكتور الكاميرا، كاميرا دكتور. الفيديو بيوريني ازاي ان انا امسك الفرشه واعمل بيها شكل دائري على الاسنان فوق وتحت وهو قافل بقه. بعد كده لما يفتح بقه بقى انضف السطح من فوق اللي هو سطح الضروس والاسنان نفسها، وبعد كده اخر حاجه اللي هو السطح الداخلي اللي هو ناحيه اللسان او ناحيه سقف الحلق. الشكل الدائري ده اسهلهم بالنسبه للطفل لانه ما بيعرفش، ايديه ما بتبقاش مالكه ان هو يعمل يعني اللي هو الحركات اللي هي الفوق وتحت، فالشكل الدائري بيبقى سهل جدا، بياخد من دقيقه لدقيقتين بالكتير، وبعد كده أنا براجع وراه بنفس الطريقة بنفس الشكل الدائري. طب يا دكتور بقى بالنسبة معجون الأسنان، أوقات كتيرة جدا بيكون مثلا ولي الأمر أو الأب أو الأم بيشتري أي معجون أسنان وخلاص، فهل يا ترى معجون الأسنان للكبار يصلح للصغيرين؟ طيب ده طبعا سؤال مهم جدا. هو لازم الأطفال يبقى ليها معجون الأطفال والكبار ليهم معجون الكبار، الكلام ده لحد 6 أو 7 سنوات. معجون الكبار بيفرق عن الصغيرين نسبة الفلورايد فيه، نسبة الفلورايد في معجون الكبار 1500 بارت بير مليون، ودي حاجة كبيرة جدا. ونسبة الفلورايد في معجون الأطفال 500 بارت بير مليون، يعني ده ضعفين. طيب معانا أول اتصال من أم محمد. اتفضل. اتفضل يا أم محمد. ألو، ممكن أكلم الدكتورة؟ اتفضلي. اتفضلي الدكتور مع حضرتك، اتفضلي. لو سمحتي يا دكتوره، انا ابني عنده 3 سنين ونص. تمام. وبس هو عنده مشكله في اسنانه، ابراسه مسوسه والاكل كله بيحشر في اسنانه. تمام.
هل هو اتعامل معاه ازاي؟ هل هو الدروس دي بتوجعه ولا بس انت ملاحظه ان فيها حفره بس؟ لا محمد. ما بتوجعوش. طيب هو مدام ما بتوجعوش يبقى احنا لسه في الاول اللي هو الضرس اتخرم بس، فبنروح لطبيب الاسنان بينظف الاسنان ويحشيها حشو عادي، بس يا ريت نلحقه قبل ما يوصل للعصب. وطبعا بما ان هو اسنانه مسوسه فهو اكيد بقايا الاكل بتفضل فترات طويله على اسنانه ودروسه، فنهتم بغسيل الاسنان. في سؤال تاني؟ شكرا يا ام محمد. شكرا. هي بتقول ان ابنها الاسنان الاكل بيدخل جوه الاسنان، هي في كافيتي يعني الضروس بتاعته محفوره من كتر ما البكتيريا اشتغلت على بقايا الاكل وعملت فيها حفره. تمام. فده يعني لسه ايرلي ستيج او مرحله اولى، لسه ما وصلش ان هو بقى عصب او الضرس اتاكل او اتكسر. فهي مادام هي لاحظت ان في خروم او في حفر والاكل بيتحشر فيها، بنروح لطبيب الاسنان بينظف الحفره ويحط مكانها حشو عادي، بيفضل مع الطفل لحد ما سنه يجي ميعاد التبديل، لان 3 سنين ونص ده لسه الدروس دي هتبدل عند 11 سنه. مظبوط. بس نلحقه في المرحله دي، لان هي اذا اهملت الحفره هتبقى اعمق، هيوصل للعصب وهيبقى محتاج علاج عصب وترابيش. يعني معقوله في سن صغير هيحتاج حشو عصب؟ طبعا السن ده اذا ما لحقناش وعملنا حشو عادي البكتيريا والحفره بتبقى اعمق. تمام. توصل العصب بيبقى ما بينيموش زي عصب الكبار بالظبط، بضطر ان انا اعمل نوع من انواع علاج العصب اسمه بالبوتومي، واغطي الضرس بطربوش ستانلس شكل معين للاطفال عشان يفضل معاه الخمس سنين الباقيين لحد ما يبدل. معنا اتصال مدام شيري، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحتي ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي الدكتور مع حضرتك. مدام شيري. ممكن حضرتك تعدي سؤال تاني؟ الو. ايوه مع حضرتك، اتفضلي. بقول لحضرتك انا ابني عنده 3 سنين. تمام. شكوته ايه؟ وعنده سنانه اللي قدام سود، يعني فيها حاجات سودة. حفرة ولا لون بس؟ لا لون، الوان كده سودة كده. تمام. يعني مش محفرة بس هي. أيوة سودة. أيوة. كده مظبوط مظبوط. زي ما تكون هتتكسر، بس هو لسه عنده 3 سنين. تمام مظبوط. في أي سؤال تاني؟ فهو كده هيغير ولا أنا أتوجه لأي دكتور؟ هي السنان دي هتغير، بس اللي فيها ده مش سوسة، اللي فيها ده صبغه لون بتبقى اسود او بني، بتيجي نتيجه ان هو بيتناول طعام فيه الوان صناعيه، فبتشتغل عليها نوع من انواع البكتيريا اسمها كروموجينيك بكتيريا، بتشتغل على الالوان الصناعيه دي وتعمل لون على اسنانه ماشي مع اللثه بالظبط، ماشي مع شكل الاسنان. تمام. في سؤال تاني ليكي مدام شيري؟ لا شكرا لحضرتك. شكرا. الدكتور هترد عليك. شكرا. طيب طب يا ترى المشكله اللي هي النقاط السوداء او التصبغات السوداء نتيجه ان هو بياكل حاجات، طب دي حلها ايه يا دكتور؟ طيب احنا دلوقتي هو بيتناول نوع من انواع الطعام، لو قعدت احكي معاها واخد منها يعني طبيعه اكله ايه هعرف ايه هي الحاجه. بيبقى غالبا يعني اشهر الحاجات اللي هي فيها الالوان الصناعيه اللي هي الميه والكانديز والمياه الغازيه. في بعض الاطفال مثلا بيبقوا شكلوا الحاجات دي خالص، مثلا بياكل بتنجان اسود. البتنجان الاسود من الحاجات اللي بتعمل تصبغ جامد. ما دام مش حفره يبقى ده صبغه اسنان عادي جدا، بيروح عند طبيب الاسنان بيشيلها له بالجهاز اللي هو الالترا ساوند او جهاز كحت الجير. مظبوط. طيب يا دكتور كلمينا بقى عن كم عدد المرات اللي المفروض الطفل يغسل فيها اسنانه خلال اليوم؟ هو الايديال او الاحسن حاجه المثالي. المثالي هو 3 مرات، الصبح بعد ما يفطر وبعد ما يتغدى وقبل ما ينام. اخر مره دي هي اهم مره، يعني انا بربطها قبل ما ينام عشان هو مثلا ممكن يتعشى ويرجع ياكل حاجه تانية مثلا بعد العشاء او اي حلويات، لازم قبل ما انام لان ده اخطر وقت البكتيريا بتشتغل فيه ساعه النوم. بالظبط بالظبط. معانا صوره دلوقتي توضيحيه. ده الصوره، ممكن حضرتك تعلق لنا عليها؟ الصوره دي صوره الفلورايد او جلسات الفلورايد، دي بنعملها للطفل لما بيكون عنده استعداد. يعني ايه عنده استعداد؟ يعني الاب والام
سنانهم بايظه او تعبانه او على طول بيروحوا لدكاتره الاسنان زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي. فجلسات الفلورايد دي اسمها جلسه وقائيه، يعني بحط فلورايد بنسبه مكثفه على السنان دايركت مباشره تخلي الاسنان اقوى، بتحوله من حاجه اسمها هيدروكسي ابيتايت لفلورو ابيتايت، الطبقه السنان الخارجيه، الطبقه دي بتبقى اقوى مقاومه للاحماض اكتر. في اتصال معنا، اتصال من مدام انجي. الو 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 مدام انجي، مساء الخير. مساء النور، تفضلي. لو سمحت انا كنت عايزه اسال الدكتوره على سؤال. تفضلي. ممكن تفضلي حضرتك. انا بنتي 4 سنين ونص، تمام، وهي في السن ده ولسه عندها سنتين، يعني هي عامله سنتين حشو وفي سنتين عندها برضو بايظين، فايه اللي انا ممكن اعمله خصوصا ان انا كمان والدها يعني بنزور دكاتره السنان كتير جدا. بايظين ازاي؟ ايه اللي انا ممكن اعمله بحيث ان انا احافظ على اسنانها وان هي يعني ما تتطورش اكتر من كده؟ بايظين ازاي السنان؟ هي عندها ضرسين محشيين وضرسين تانيين يعني مخرومين او كده؟ ايوه. طيب اي سؤال تاني؟ نعم. اي سؤال تاني؟ لا ميرسي، شكرا. شكرا، الدكتور هترد عليك، تابعينا للاخر. هو طبعا ده تيبيكال اللي احنا بنتكلم عليه، الاب والام سنانهم يعني بايظه على طول عند دكتور الاسنان بيحشوا كده، كثير التردد، كثير التردد على طبيب الاسنان. تمام. فهي خايفه على بنتها خصوصا انها في السن الصغير ده بقى عندها ضرسين يعني محشيين، وبتقول كمان عندها سنتين بايظين، سنتين كمان، بنوت عمرها 4 سنين ونص بالظبط. احنا طبعا تمام. دي يعني ايديال بيشنت، يعني مريضه مثاليه ان انا اعمل لها جلسه فلورايد بعد ما بعالج الاسنان اللي محتاجه علاج، يعني الخرمين دول اصلحهم احط فيهم حشو، بقى اعمل لها جلسه فلورايد من 3 لـ6 شهور في السنه، يعني كل 3 شهور، كل 6 شهور، كل سنه. تمام. بيخلي اسنانها اقوى، قابليه انها تتخرم وان الاحماض تشتغل عليها اقل، فبتبقى تقلل عدد الحفر او عدد الاسنان اللي محتاجه تحشي او البايظه في استقنها، والطبيعي نقلل برضو الزيارات لطبيب الاسنان. بالظبط. تمام. طب بمناسبه بقى يا دكتور ان حضرتك كلمتينا عن الفلورايد وجلسات الفلورايد، فحضرتك بقى عرفينا يعني اصلا الفلورايد وايه اهميته لاسنان الاطفال. طيب هو الفلورايد ماده احنا بنستخدمها في طب الاسنان عموما، موجوده في المعجون زي ما انا ذكرت، موجودة في المضمضة، موجودة بصورة مركزة بيستخدمها فقط طبيب الأسنان في العيادة إن أنا أحطها على أسنان الأطفال. الفلورايد بمنتهى البساطة بيشيل OH أو الأكسجين والهيدروجين من السنان ويخش هو يحتل المكان، فبيبقى السنة أقوى، سطحها مقاوم للأحماض بصورة أعلى. معنا اتصال مدام نورة. الو الو مدام نوره، اتفضلي. الو الو مدام نوره، اتفضلي، الدكتور مع حضرتك. مدام قلت يعني من قدام زرمه. مدام نوره نستأذن حضرتك توطي صوت التلفزيون وتسمعينا من التليفون. ماشي، مفيش صوت التلفزيون. شكرا مدام نوره، شكرا. احنا كنا بنتكلم عن الفلورايد وجلسات الفلورايد، وايه هو يعني ايه الفلورايد وايه فايدته لاسنان الاطفال؟ هو فايدته بمنتهى البساطه ان انا بركز الفلورايد على السنه، فيخلي مقاومتها للاحماض وانها تتخرم او انها البكتيريا تشتغل عليها اقل. طبعا ده هذا لا يمنع غسيل الاسنان، بس انا وكل اطباء الاسنان بترشحوا للاطفال اللي عندها استعداد، الأطفال اللي اتكون في سن صغير حفرة أو زار طبيب الأسنان عشان علاج الأسنان، بيخلي أسنانها أقوى بالذات لما يتعمل على فترات يعني متقاربة لحد ما الطفل يكبر شوية يبتدي يعي إزاي أغسل سنيني وإزاي أهتم بيها. طب يعني إيه الفلورايد يعني؟ الفلورايد هي مادة اللي هو حرف الإف ده، الفلورين، احنا بنستخدمه في صورة صوديوم فلورايد أو استانس فلورايد، ليه كذا يعني مركب كيميائي، بنحطه في الصوره اللي احنا شفناها من شويه، لونه بيبقى مصفر وساعات بيبقى لونه ابيض شويه، بنحطه بفرشه على الاسنان بطريقه بسيطه جدا، مش بياخد اكتر من دقيقه، بعدي على الاسنان كلها بعد ما انشفها بالفرشه دي، واخلي الماده اللي هي اللزجه شويه دي تلزق على سطح الاسنان. معانا اتصال من مدام فريده. الو 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 مدام فريده، الدكتور مع حضرتك، اتفضلي. ايوه معاكي. الو
بنتي عندها سنتين وسنانها بلاقيها بتتكسر لوحدها. تمام، هل هي سنانها بتتكسر الأمامية بس ولا كله؟ لا، في سنان كده بتبلاقيها مثلا لو وقعت ولا حاجة بتتكسر. طب هل هي كانت بترضع ببرونة؟ يعني بترضع ببرونة؟ لا، فتنسها ما عادتش بترضع. أيوة، قبل كده كانت بترضع ببرونة؟ كنت بجيب لها أيوة لبن. لبن صناعي. اه طيب حضرتك عندك اي سؤال تاني؟ لا، شكرا. شكرا شكرا مدام فريده. هو طبعا السنان اللي بتتكسر دي اول حاجه بفكر فيها ان هي كانت بترضع وهي نايمه الببرونه، فاللبن بيترسب على الاسنان فخلى سنانها ضعيفه. بالظبط، بيخليها تضعف مره في مره لحد ما تلاقي الام سنانها عماله تتكسر شويه ورا شويه. ده نوع من انواع التسوس اسمه النيرسين كيرز او تسوس اسنان الاطفال في سن الرضع. تمام. طب يا دكتور بقى كلمينا، امتى ناخد القرار ان اسنان الطفل محتاجه يتعمل لها جلسات فلورايد؟ طبعا القرار ده بياخده طبيب الاسنان بعد ما يكشف على المريض يلاقي عنده في سن صغير ابتدى يظهر له كافيتي او اتنين، اللي هو خرم او اتنين نتيجه التسوس. يلاقي الاب والام بيقولوا احنا اصلا سناننا بايظه، عندنا عامل وراثي مثلا تسوس بيجي في السنان بسرعه. حاجه تانية ان يكون الطفل اصلا يعني بيغلبني في غسيل الاسنان، يعني هو اصلا متعب. الثلاث مرات دول ما بيعملش منهم غير مره او ما بيعملش خالص، فكده معنى ان الاكل بيفضل على اسنانه ان هو بيتحشر فيه، ان هو عنده استعداد، فبدوس عليه شويه او اشد عليه في موضوع غسيل الاسنان. مظبوط. وبعد كده اعمله جلسات الفلورايد على فترات متقاربه، فالاقي ان عدد الحفر او الحاجات اللي اصابت سنانه تقل. قلت ولا اختفت؟ لا، هي بتقل مش بتختفي. طيب. لان هو لو مش مهتم الفلورايد مش هيعمل له حاجه. معنا اتصال من ام محمد. الو الو الو، اتفضلي يا ام محمد، الدكتور مع حضرتك. الو الو، لو سمحتي، انا سمعت انا ابني عنده 4 سنين دلوقتي، بس من اول ما سنانه طلعت وهي بتتكسر، وبعد كده سوشت خالص دلوقتي الـ4 سنان اللي فوق، وبعد كده نزلوا على السنان اللي تحت. ده حل ايه؟ هو برضو كان بيرضع ببرونه برضو؟ لا، كان بيرضع طبيعي. بيرضع وهو نايم؟ بيرضع وهو نايم؟ طب في سؤال تاني عند حضرتك؟ شكرا يا ام محمد، هنجاوب عليكي حالا، تابعينا. هي بتقول يا دكتور ان ابنها عمره 4 سنين واسنانه فيها تسوس، باين عليه تسوس جامد جدا، وعنده وكمان بتتكسر، وعنده الـ4 اسنان الاماميين فيهم تسوس، ثم بعد كده الاسنان اللي في الفك اللي تحت. هو طبعا ده واضح ان هو تسوس جامد، لان هو معنى ان هو نزل من فوق على تحت، فهو ما كده ايه ان هو مش مهتم او مش بيغسل سنانه. بما ان هي بتقول ما كانش بيرضع وهو نايم او كده، فهو كل ينقصه غسيل الاسنان. 4 سنين ونص ده قدامه على الاقل 2 سنين عشان يبدل. السنان اللي تحت الاول بتبدل، بعد كده اللي فوق، فلازم يصلح الاسنان. لو هو التسوس مش كبير، يعني حته بسيطه بس اللي متاكله من السنه، بننضف ونحشي السنه حشوه عادي، بيبقى حشو ليزر لونه ابيض. لو السنه متبهدله قوي بنضطر نضطر حشو ليزر الابيض. ده حشو تجميلي صح؟ بالظبط، حشو تجميلي عشان ما بيبانش على السنه خالص انها محشيه. ده في الاسنان اللبنيه. في الاسنان اللبنيه مظبوط. تمام. الضرس لو متبهدل قوي او متكسر قوي او المتبقي منه جزء صغيره الاسنان، يعني الاماميه اللي تحت او اللي فوق، بضطر كده ان انا اعمل لها علاج عصب واغطيها بترابيش زيركونيوم، اللي هي الترابيش البيضة اللي هي لونها شفاف زجاجي. عشان يكمل معايا لحد ما يبتدي يبدل عن 6 سنين او 7 سنين. طب يا دكتور، بس ممكن حضرتك توضحي لنا ايه الفرق ما بين طفل بيرضع بالببرونه وطفل بيرضع وهو نايم بقى؟ يعني طيب، هو الطفل اصلا من ظهور اول سنه لازم الام تمسك قطنه بشاشه او تجيب زي فرشة أطفال بتتحط على الصباع، بتتلبس في الصباع كده. بالظبط. رابر أو بالظبط. تمام. إنها تغسل له بيها سنانه. فكون إن الأم مش بتعمل كده بيبتدي يرضع، بيتكون اللبن أو يترسب على الأسنان، فبيؤدي إنها بتسوس. طب ما في طفل مثلا بيعمل كده وسنانه ما سوستش، هو عنده قابلية إن هو سنانه ما تسوسش. العامل الوراثي بقى؟ بالظبط، العامل الوراثي. في ناس بتحط حاجة في بقها البكتيريا تشتغل على طول، في ناس ممكن تكبر مثلا ليوم أو ما تغسلش سنانها ما يجراش حاجة، فالعامل الوراثي بيلعب دور وقابلية الأسنان للتسوس. تمام.
اخطر حاجه هو وقت النوم. لو الطفل بياخد بيبرون او بيرضع من امه ساعه النوم، البي اتش او اللي هي الحمضيه والقلويه بتقل جدا، فبيبقى مكان كويس للبكتيريا انها تشتغل عليه وانها تقعد تاكل في السنين. عشان كده بسال، بيرضع ببرونه؟ طب بتغسلي اسنانه؟ طب بيرضع وهو نايم؟ عشان اللبن بيترسب على اسنانه ساعه النوم. معانا اتصال من مدام مروه. الو مدام مروه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي الدكتور مع حضرتك. الو الو، لو سمحتي، انا اسناني من تحت بتتكسر وحشيتها بقى لي 3 سنين، بحشيها 3 حشوات وبرضه تتكسر تاني. سنان حضرتك ولا سنان ابن حضرتك؟ لا سناني انا، السنتين اللي قدام من تحت. تمام، في سؤال تاني عند حضرتك؟ فاعمل ايه يعني؟ لا انا يعني وما فيش تسوس ولا في حاجه. مدام مروه استاذن حضرتك، يقول لي لازم يتحشي بلاتين. مدام مروه استاذن حضرتك، وطي صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون. شكرا. هي بتقول ان اسنانها هي مش اسنان ابنها. انا هرد عليها طبعا، ما فيش مشكله. اكيد طبعا. هو طبعا السنان ان هي بتتكسر دي، يبقى كده معنى كده ان السنان ضعيفه. مظبوط. فحاجه من الاثنين، بيكون هي مثلا بتشرب حاجات حمضيه كتير زي البيبسي والحاجات الغازيه عموما، فبيسحب الكالسيوم من الاسنان بيخليها ضعيفه. ممكن تكون هي مثلا مش بتغسل سنانها، معنى ان حطيت كذا مره حشو واقع، يبقى هو كده مش هينفع لها حشو. يبقى طبعاً. احسن حاجه ان انا اغطي الاسنان بالكامل بطربوش. طب يا دكتور، في كده معلومه يعني متردده عند البعض. الطفل اللي هو دائما اللي هو بيحط صباعه في بقه او التتينه على طول في بقه، دي ممكن او تخلي عند الطفل قابليه ان الاسنان تطلع معوجه مش مظبوطه عن الشكل الطبيعي او الايديال المتعارف عليه؟ ده طبعا كلام مظبوط. الطفل اللي هو الفامب ساكينج اللي هو بيرضع صباعه ده، بيخلي شكل الفك يتغير لانه أيوة. بيدخل صباعه، صباعه ده بيبقى ليه مكان بيقعد فيه، فبيخلي الاسنان الاماميه تطلع لقدام، وبيخلي مكان صباعه يعمل حفره في سقف الحلق، فبيغير درجه شكل حفره. حفره بدون مبالغه، يعني تبصي على على الـ على الـ سقف الحلق بتاعه هتلاقيه الكيرف بتاعه عالي مش طبيعي، لانه هو حاطط صباعه على طول في المكان ده. وطبعا الاسنان ليها قفله طبيعيه، ان هو السنان القدامانيه بتبقى على تحت على التحت. مزبوط. هو بيخلي دي عامله كده على طول. يضب يعني بالظبط، ضب على طول بقه، على طول بقه مفتوح، بيبتدي مش عارف يتنفس من بقه لانه بيحط صباعه في بقه، فيعني مش عارف يتنفس، بيفضل التنفس كله يعني شويه من مناخيره وشويه من بقه، مش عارف يتنفس. معانا اتصال من ام زياد. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الدكتور مع حضرتك، اتفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اهلا وسهلا. ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضلي مع حضرتك. ممكن حضرتك توطي صوت التلفزيون وتسمعنا من التليفون؟ يا دكتوره لو سمحتي، عندي ابني يعني دلوقتي عنده 14 سنه وبيخلع دروسه كلها بسرعه، مش عارفه ليه، وعلى طول بيبدل، على طول بيبدل، فده في ضرر ولا حاجه على الاسنان؟ طيب تمام. في سؤال تاني عند حضرتك؟ وعلى طول بيشكي يعني بتعب كده. اشكرك جدا. بألم. شكرا. تابعينا والدكتور هترد عليك. هو طبعا 14 سنه ده اللي هو يعني خلاص المفروض يكون مبدل دروسه كلها، فهي بس ممكن تكون عشان مثلا بقاله سنتين او ثلاثه درس بيتخلع درس بيطلع مكانه، فده طبيعي. اخر درس بيطلع هو سن 14 سنه، فهي هتلاقي مثلا الانياب وراها الاثنين الدروس اللي ورا الناب، بعد كده اخر درسين خالص، فهو ده طبيعي. هو كده ما عندوش مشكله، اهم حاجه يكونوا بيطلعوا في حاله كويسه، وان هو يكون اللي قبليهم كان حالتهم كويسه عشان يطلعوا في مكانهم مش اكتر. طيب، وحاليا دلوقتي احنا معانا فيديو توضيحي. معانا الفيديو حالا اهو. الفيديو ده بيتكلم عن واقي الشقوق. واقي الشقوق حاجة أو بروسيس أو طريقة وقائية بنعملها للأطفال في أول ضرس دايم بيطلع لهم. زي ما احنا شايفين في الفيديو كده، بنضف الضرس، الشقوق بتبقى باينة جدا. طب يا دكتور، طب يا دكتور بقى ثانية بقى كده، يعني إيه أصلا، يعني عرف لنا أو وضح لنا يا دكتور يعني إيه واقي شقوق؟ واقي الشقوق دي مادة زي الحشو بالظبط. مظبوط. بس بتبقى فلوبل شوية، يعني
شبه الميه شويه طبعا. او اللزوجه بتاعتها يعني سايحه سايبه شويه ليكويد شويه ليكويد سائله اه بالظبط، بحيث ان انا اول ضرس دايما بيطلع للطفل اللي انا عندي الهيستوري بتاعه ان هو تاريخه كان عنده اسنان بايظه، مامته وبابا اسنانهم مش كويسه كذا 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 مصبوع. فده اول ضرس دايما بيطلع عند سن 5 سنين 6 سنين، فانا خايفه عليه، خايفه ان هو يبوظ لانه مش بيطلع بداله مظبوط فبنضف الضرس ده كويس جدا واحط فيه الماده الليكويد او السائله دي، هي ماده زي الحشو بالظبط ولونها ابيض. مكونه من ايه بقى الماده دي؟ الماده دي مكونه من ريزنز، عباره عن حضرتك عارفه السيليكا اللي هي بتاعه الرمل بس بتبقى معالجه بطريقه معينه انها تبقى حشوه، يعني مواد طبيعيه ودخلنا عليها شويه معالجة عشان تبقى أمان في بق الأطفال زي الحشو بالضبط، بس بخليها ليكويد أو سائلة زي ما قلت لحضرتك. ليه؟ عشان الشقوق دي واسعة جدا بالعين المجردة، أنا مش بشوفها كده، بشوفها ضيقة، إيه ده إيه الشقوق دي، لكن تحت الميكروسكوب بتبقى واسعة وعميقة، فبتبقى الميكروسكوب بيظهر الحاجة بتفاصيلها بالضبط. فأنا بنضفها كويس جدا بالفرشة زي ما شفنا في الفيديو، بأحط زي نوع من أنواع الحمض ينظف أي حاجة موجودة ويخلق خروم صغيرة بورز صغيرة، بعد كده بسرنجة بحقن المادة دي فتخش وتتغلغل جوه الشقوق دي. طب أنا كده عملت إيه؟ أنا كده سديت الشقوق اللي موجودة في الضرس ده، يعني لو أكل اتحشر فيه مش هيعرف يخش، يعني عشان ما يبقاش فيه بيئة صالحة للبكتيريا أنها تنشط بالظبط. طب ليه بعمله مع الطفل أول ما السنة أو الضرس ده بيطلع؟ عشان الطفل صغير وعنده ضروس تانية بايظة، فمش هيعرف يعتني بده وده مش هيبدل، فبعمله له في سن صغير أول ما يطلع الضرس بيقعد معاه الحشوة دي للعلم بتدوب يعني مش بتفضل على طول، بيبقى عنده مثلا 8 سنين 9 سنين خلاص كبر عارف يهتم بسنانه زي ما احنا كده بالظبط شايفين في الفيديو اللي قدامنا. دي الطريقة بالظبط، إن أنا بحط المادة اللي هي فيها الأسيد، بعد كده بحط الماده الحشو نفسها بحقنها عشان تتغلغل جوه الشقوق بالصوره دي، وبنشفها باللايت كيور، ده جهاز بيطلع ضوء بينشف الحشوه، الحشوه دي بتنشف بالضوء. طيب نرجع بقى لنقطتنا تاني اللي هو الفلورايد، امتى بقى يعني الطفل ده ناخذ القرار ان هو بجد محتاج لجلسات فلورايد؟ انا باخد القرار ده لما اشوف الطفل ده يعني عنده كذا ضرس بايظ من الاسنان وهو في سن صغير، عنده مثلا الغسيل الاسنان بتاعه قليل او مش مهتم او بيعذب باباه ومامته، تمام، بيشرب حاجات حمضيه او مشروبات غازيه او حلويات بصوره رهيبه، فانا من الاخر كده عايزه اقوي السنان عنده، مش عايزاها تسوس او تتخرم بسرعه، بعمل له جلسات الفلورايد. وللعلم برضو يعني في اوروبا وفي بلاد كتيره من اول ما الطفل بيظهر له اول سنه بيبقى عن 6 شهور بيبتدوا جلسات الفلورايد من سن سنه. سن سنه طبعا بيبقى على الاقل عنده 4 قواطع، كل 6 شهور يعملوا فلورايد على الاسنان، فبيخلي الاسنان قويه جدا ما يعرضوش لاي خروم. معايا اتصال مدام نوره. اتفضلي. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. الدكتوره مع حضرتك اتفضلي. ايوه كنت عايزه اسال الدكتوره. اتفضلي اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتوره؟ اهلا وسهلا اتفضلي. انا عندي طفل عنده 8 سنين تمام، وعنده ضرس مش سنه اماميه، ضرس من جوه مخروم، يعني هو اتخرم تمام، بيخش طبعا في الاكل وكده فبيوجعه. الضرس ده الحل ليه؟ اخلعه ولا احشيه ولا؟ الضرس ده اخر ضرس عنده، يعني اخر ضرس جوه. هل الضرس ده اخر ضرس عنده في الفك؟ يعني مكان يعني تحديد مكان الضرس اللي فيه المشكله؟ لا لا، وراه كذا ضرس، بس هو من بعد السنان مباشره. بعد السنان مباشره تمام. اي سؤال تاني؟ في سؤال تاني عند حضرتك؟ لا شكرا. شكرا. هو طبعا انا بسال مكانه عشان اعرف هو لبني ولا دايم، لان 8 سنين ده طلع اول ضرس دايم تمام. وطلع قواطع كمان، فهي بتقول بعد الاسنان مباشره، يعني ده ضرس لبني، فالضرس اللبني ده يعني هيبدل مظبوط، يعني انا كل خوفي بس ان هو المكان بتاعه ما يبقاش مصدر بكتيريا او مصدر عدوى،
فبعمل اشعه، لو حالته كويسه، حاله الجدر كويس، حاله العظم كويس، بعالج الضرس لحد ما يبدل عند 11 سنه. لو حالته سيئه جدا بخلع الضرس واحط مكانه وحافظ مكانه لحد ما عاد التبديل. طيب بما ان احنا بقى كنا بنتكلم عن نواقي الشقوق، فممكن بقى حضرتك تشرحيه لنا اكتر علشان الساده المشاهدين يعرفوه، ايه هو اصلا كمان فايدته للاطفال؟ طيب هو فايدته باختصار شديد ان انا بقفل الشقوق الطبيعيه اللي ربنا خلقها في الضرس، واعلي الضرس، يعني ما اخليش الشقوق دي ديب او عميقه عشان الضرس ده ما يسوسش. بعمله لمين؟ بعمله لطفل يكون الشقوق دي عنده عميقه. طب يا ترى الشقوق ديت بتيجي نتيجه سوء التغذيه او اسلوب الاكل الخاطئ ولا وراثه؟ لا، هي بتبقى طبيعيه، يعني ربنا خلق عند ربنا يعني. ربنا خلق الضرس ان هو فيه شقوق كده عشان يقدر يطحن الضرس، لما يخبط في الضرس يطحن. بس الشقوق دي بتختلف من واحد لواحد زي ما حضرتك قلتي عن طريق الوراثه. في عيله تلاقي شكل ضرسها كبير، الشقوق دي عميقه واسعه، فمثلا بتحشر اكل. في ناس تلاقي لا، الشقوق دي بتاعتهم شالو، يعني ضحله، فده مثلا اقول له لا، انت مش محتاج واك شقوق. طبعا. مجرد ما تغسل اسنانك الفرشه هتقدر توصل. مظبوط. معنا اتصال لمدام ريم. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي دكتور. مع حضرتك. استفسر من الدكتورة عن سؤال. اتفضلي دكتور، مع حضرتك. ازيك حضرتك يا دكتورة؟ اهلا وسهلا، اتفضلي. أنا سؤال، والله عندي بنتي الصغيرة 6 سنين، يعني 5 ونص. تمام. عندها السنة اللي من قدام اللي هي جنب السنة الكبيرة اللي من قدام. تمام. بتتخرم وابتدت تألمها. تمام. وعندي بنتي تاني 9 سنين برضه عندها ضرسين الاثنين مفهومين. انا مع يعني مش عارف الصراحه، مش مقصره في التغذيه عندهم ولا، وهم لوحدهم بيروحوا يغسلوا اسنانهم قبل ما يروحوا يناموا. طيب اللي عندها 6 سنين ممكن يعني سؤال ليا بعد اذنك. اتفضلي. 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 حاضر عينيا. قبل كده حشو ضرسي. حشو ضرس؟ عملت له حشو والحشو ده وقع، فانا ما سالتش، فعندي ضرس بقى لونه اسود. وبصراحه سالت، قالوا لي زرع الاسنان. وحضرتك سالتي مين؟ هل حضرتك رحتي لدكتور متخصص؟ كويس، لازم. الحمد لله ما عنديش حاجه من دي، ولا انا ولا جوزي. فهل ينفع ان احنا نزرع مثلا دروس؟ لان احنا بصراحه بسبب ضغوط الحياه دلوقتي ابتدينا بنتابع ان احنا لازم نصلح. طب في سؤال تاني عند حضرتك؟ شكرا. هي بتقول ان عندها بنوتتها عمرها 6 سنين واسنانها او القواطع الاماميه فيها مشكله كبيره جدا، وبعد كده في بنوته ثانيه 9 سنين عندها ضرسين فيهم مخرومين او كده. طيب هو الست سنين دي القواطع اللي عندها هتبقى لبنيه مش دايمه، فمفيش مشكله من التسوس اللي فيها، خلاص ميعاد التبديل قرب، فممكن نخلعه باشعه، نخلع السنه اللي بايظه وهنلاقي الدايمه وراها طلعت على طول. اللي عندها 9 سنين. اللي عندها 9 سنين عندها ضرسين فيهم خروم او تشققات. اللي عندها 9 سنين لو كان الضروس اللي ورا اللي نابوا مباشره دي لبنيه، بنعالجها، بنعمل لها حشو او علاج عصب على حسب الحاله، وبتبدل طبيعي جدا. تمام. طيب هي كانت المتصله بتقول ان في عندها ضرس ليها هي، الحشو بتاعه وقع والضرس لونه اسود، وسالت حد بس هي ما جاوبتش ان كان اللي سالته ده كان متخصص او طبيب، ان محتاجه زراعه بدل الضرس ده اللي فيه المشكله. طيب هو الضرس اللي هي بتقول عليه الحشو بتاعه وقع، فواضح كده ان الضرس ضعيف، فيا اما انضف الضرس ده واغطيه بطربوش، يا اما انضفه واحط له حشو تاني لو كان هو حالته كويسه. بالنسبه للزراعه مفيش حاجه بتعوض الضرس الطبيعي، لو هو سليم وعنده قابليه ان هو يتعالج او يتغطى او يتحط له حشو بامشي في الطريق ده.
اما لو هو بايظ خالص وجدره بايظ العظم حواليه مش كويس، اه ساعتها بلجأ للزراعه لان ده بيعوض من غير ما ابرد اي ضروس. بحط زي مسمار مكان الضرس واحط عليه طربوش وبس كده. معنا اتصال مدام اكرام. الو اتفضلي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي الدكتور مع حضرتك. لو سمحتي بعد اذنك اكلم الدكتور. اتفضلي الدكتور مع حضرتك. ايوه السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحتي انا من المنوفيه، انا عندي ابني عنده 9 سنين. تمام. من حوالي سنتين كانت السنه الاخيره وقعت وهي والنب مع بعض. تمام. يعني السنه وقعت واول ما بدات تنبت النب وقع. تمام. فدلوقتي السنة طلعت وفضل مكان صغير للنب كده وما طلعش. ايوه. عملت له بانوراما وعنده 9 سنين اشعه بانوراما. طلع النب من تحت كده ان هو يطلع، فانا مش عارفه يعني بيقولوا لي اخلع الضرس يبقى مكانه النب، طبعا هيبقى في فراغ جامد في سنان. تمام. ده راي حضرتك يعني. تمام، حضرتك عندك سؤال تاني؟ في سؤال تاني، عندي طفله عندها 6 سنين. من هي عندها 5 سنين بحشلها ضرس، حشيت لها الاثنين الاولانيين في يمين واثنين شمال اللي جنب النب مباشره. تمام. فيهم واحد حشيته عادي ورجعت ثاني حشيته عصب. تمام. وبرضه اللثه كده تحت الضرس ده بيطلع خراريز، وبجيب لها دايما ايه مضادات حيويه. تمام. بتاخد الهاي بيوتك 600. ايه رايك؟ يعني اعمل ايه برضه؟ مش عارف. حاضر، هرد على حضرتك. شكرا، شكرا مدام اكرام. هي دكتور بتقول ان عندها ابنها عمره 9 سنين والنب وقع وعملت له بانوراما وطلع في البانوراما ان النب موجود بس لسه ما ظهرش. طيب هو 9 سنين لسه مش معد ظهور النب، بس هي على كلامها كده ان المكان ضيق، يعني هي بتقول المكان ضيق ما يقضيش النب. فاحنا كده لازم نروح لدكتور تقويم عشان بيعمل حاجه اسمها سبيس اناليسيس، او يحلل المكان ده هيقضي الناب ولا لا من قبل ما يطلع، عشان اذا كان فعلا المكان مش مساعي الناب يعني مش هيقضيه بيوسع الفك شويه عشان الناب يطلع بطريقه طبيعيه. وكمان بتقول ان عندها بنت عمرها 6 سنين حشت لها يعني 2 سنتين وضرسين، واحد كان حشو عادي والباقي كله حشو عصب، فرأي حضرتك ايه دكتور؟ هي الضرس اللي هي بتتكلم عليه تحديدا اللي هو اللي عنده خراريج كتير او بيعمل خراج كتير، فمعنى كده ان هو يعني العدوى او المكان ده فيه انفكشن يعني بنسبه عاليه. تلوث. بالظبط. فاحنا بنعمل اشعه هتلاقي العظم والجذور دايبه بصوره كبيره، يعني ما دام خراج تردد كذا مره. فنخلع الضرس ده خالص ونحط مكانه حافظ مكان يحافظ لي على المكان ده، عشان 6 سنين دي صغيره. مظبوط. لسه الضرس ده هيبدل 11 سنه. مظبوط. هيطلع في مكانه مظبوط. طيب نرجع بقى لموضوعنا واللي هو واقي الشقوق. تمام. فهل يا ترى ده بيحافظ على اسنان الاطفال من التسوس؟ طبعا انا دلوقتي ضرس دايم لسه طالع لي في بق طفل، انا خايفه عليه ان هو يسوس، رحت منظفاه وقافله الشقوق دي خالص. اي اكل يجي على الضرس ده ما يلزقش فيه، اي حاجه تيجي تتحشر ما تعرفش تخش، فانا كده كاني في حفره وانا قفلتها، يبقى ما فيش حاجه هتقع فيها. بس هذا لا يمنع ان الطفل اذا ما غسلش اسنانه التسوس هيبقى موجود برضو. اكيد. لكن انا بحمي الضرس الدايم ده بس خوفا عليه ان هو مش بيبدل. معنا اتصال من ام احمد، اتفضلي. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، الدكتور مع حضرتك، اتفضلي. استاذن حضرتك توطي صوت التلفزيون وتسمعينا من التليفون. ماشي. عندي طفل عنده 2 سنين سنانه مسوسه. طفل عمره كام؟ فيها. طفل عمره كام؟ 6 سنين. شكوى. كملي ام احمد. كملي ام احمد. للاسف الاتصال اتقطع. نرجع تاني لموضوعنا اللي هو الشقوق. زي ما قلت لحضرتك واقي الشقوق ان هو بيقفل لي الشقوق الطبيعيه اللي ربنا خلق الضرس بيها عشان الاكل ما يتحشرش فيها. فبمد في عمر الضرس ده لحد ما الطفل يكبر شويه ويقدر هو يغسله. هل واقي الشقوق ده دايم، حاجه دايمه، حشوه دايمه؟ مظبوط. لا، هو مش دايم،
هو بيبري او بيدوب مع الاستهلاك او الاستخدام او الاكل عليه، بس بيقعد فتره يكون الطفل كبر وعرف ياخد باله من الدرس. مظبوط. طب وايه بقى انسب سن اللي هو ناخد فيه القرار للطفل ان احنا نعمل له واقي الشقوق؟ ايه سؤال انسب سن مهم بقى؟ جدا. انسب سن اول ما اول درس دايم يطلع، من مع اول درس دايم درس وليس سنه، لا درس درس. اول درس دايم يعني بيطلع في رينج 5 سنين، من 5 لـ7 سنين بيطلع ورا الدروس اللبنيه اللي موجوده في بق الطفل، عشان الناس بتبقى بتقول ايه ده ما بدلش. لا هو مش بيبدل، هو بيطلع في مكان فاضي. مظبوط. الطفل بيبقى عنده ناب ودرسين بس، بلاقي واحد تالت طلع وكبير وفي شقوق ما شاء الله واضحه وعميقه والاكل بيتحشر فيها. اول ما يطلع الدرس بروح لطبيب الاسنان زي ما شفنا في الفيديو، بينظفوا الدرس بفرشه بمعجون معين، بيحط الاسيد اتش او الحمض اللي هو بيعمل خروم صغيره ويحقن الحشوه. معنا اتصال مدام رجاء، اتفضلي. الو. وعليكم ألو. السلام. الو وعليكم السلام. بقول لحضرتك انا حفيدتي سنين عدها 8 سنين، الضرس من جوه مسوس. تمام. هل يتحشي؟ ممكن يتحشي. ها وده طيب. حاجه. وباباها عنده 45 سنه، معلش انا اسفه جدا، اتفضلي. ضرسه مسوس، ضرسه وضعه بيعمل خراج كل 3 4 اشهر، يعمل خراج وسايبه كل 3 4 ابو سنتين على كده. رغم الدكتور قال لي ده عايز يتخلع. طب هل هو كشف ولا لا؟ طب هل هو كشف على الخراج؟ يعني توجه لطبيب يعني؟ طبعا، واداله اوجمانتين واداله حاجه ثانيه بتاعت اللي برضه حاجه زي انتوبيتك 600، وياخد ويخف الخراج في الورم جامد جدا في خده، وبعدين لما يخف يهمله وما يروحش تاني. تمام. شكرا شكرا. المتصلة مدام رجاء بتقول ان حفيدتها 8 سنين وعندها ضرسها من جوه مسوس وكده، فرأي حضرتك ايه يا دكتور؟ فيتحشي ولا ايه؟ طيب هو 8 سنين ده يعني يطلع لها اول ضرس دايم اللي احنا بنتكلم عليه. مظبوط. يعني هو في بقها مثلا ما بقلوش سنتين، فطبعا ده ضرس دايم ولا يعوض، فبروح اعالجه، لازم اعالجه، لان ده اسمه في طب اسنان الاطفال اسمه كي اوف اوكلوجن، يعني هو المفتاح بتاع عضه الطفل، قفله الفكين على بعض. لما بيبوظ او بيتخلع او بافقده باي طريقه حتى ولو اتكسر، فشكل العضه بيختلف وشكل نمو الفك بيختلف، عشان كده احنا بنحافظ عليه. هنروح لطبيب الاسنان لو كان الحفره اللي فيه او التسوس اللي فيه مش كبير، بينظفه ويحط فيه حشوه تجميليه اللي هي البيضه الليزر اللي هو الكومبوزيت. لو كان الحشوه فيه الخرم فيه كبير وواصل للعصب، بنعمل له علاج عصب. طيب يا دكتور، هل المسكنات بتغني عن هل المسكنات بتغني عن الزياره او زياره للطبيب، زياره للطبيب او عن الخلع او كده يعني؟ المسكنات او الحشو المسكنات بتغني؟ مهما كان حد هياخدها مش هتهدي الم العصب، لان يعني اوقات كتيره جدا في ناس كتير بيستعينوا بالمسكنات ولا انهم يروحوا عند طبيب الاسنان. بالظبط. تمام. المسكن بيقلل في حدود. يعني ايه في حدود؟ يعني انا دلوقتي عندي خراج، عندي حشو تحتي تسوس، عندي تسوس كبير، المسكن هيشتغل في حدود، هيسكني الالم شويه، لكن كل ما يوجعني اخد مسكن، المسكن بعد كده مش هيشتغل. دكتور رباب محمود عبد الحكم احمد، اخصائي طب وطب اسنان الاطفال بالمركز القومي للبحوث، حضرتك كنت منورانا النهارده، بشكرك جدا، وبنعتذر عن الاتصالات اللي ما عرفناش نرد عليها، بشكركم جدا، منتظرونا في الفقره القادمه، بشكركم، نقول لكم سلام عليكم.